تتسبب في كساد تجارة المخدرات وترويجها. بسبب انعكاسات التدابير الاحترازية المتخذة على الصعيد الوطني والدولي لمنع تفشي جائحة كوفيد 19، سجلت المصالح الأمنية تراجعا ملحوظا في مؤشرات المخدرات القوية المضبوطة خلال سنة 2020، إذ بلغت كميات مخدر الكوكايين المحجوزة خلال السنة الجارية 132 كيلوغراما و 167 غراما بنسبة تراجع نهزت 75% مقارنة مع السنة المنصرمة، بينما نهز عدد الأقراص والمؤثرة العقلية المحجوزة 476923 قرص، من بينها 145848 قرص من مخدر إكستازي المهرب من دول أوروبا، مسجلة بدورها انخفاضا كبيرا في حدود 66% مقارنة مع الكميات المحجوزة خلال سنة 2019. أما مخدر الهيروين فقد ظل في مستوى الضبط الاعتيادي بكمية قدرها 8 كيلوغرامات و501 غراما، في حين ارتفعت المحجوزات من مخدر الحشيش ومشتقاته إلى 217 طنا و323 كيلوغراما، أي بزيادة 37 طن مقارنة مع السنة الفارطة. يرجع التقرير السنوي للمديرية العامة للأمن الوطني هذه القبضة الأمنية على شبكات الإجرام ومروج المخدرات بشتى أنواعها إلى العمليات المشتركة والنوعية التي نفذتها مصالح الأمن الوطني ومراقبة التراب الوطني خلال فترة الحجر الصحي، والتي استهدفت مسارات التهريب الجديدة التي حاولت شبكات التهريب فتحها بالشواطئ الأطلسية الداخلية أو الجنوبية للمملكة أو عبر المحور الطرقي الرابط بين شمال المملكة وجنوبها مرورا بالقطب الحضري لمدينة الدار البيضاء، مستغلة في ذلك التراخيص الممنوحة لحركة عربات نقل البضائع والمواد الأساسية. شهدت سنة 2020 توقيف 779 شخص يشتبه في ارتباطهم ب 469 شبكة إجرامية تنشط في اقتراف السرقات بالعنف أو تحت التهديد به، وتوقيف 466 منظمة للهجرة غير الشرعية يشتبه في ارتباطهم ب 123 شبكة إجرامية متخصصة في الاتجار بالبشر وتنظيم الهجرة السرية، علاوة على توقيف 9179 مرشحا للهجرة غير النظامية من بينهم 6162 من جنسيات أجنبية وحجز 663 وثيقة سفر أو سند هوية مزورة. أما فيما يتعلق بعدد الموقوفين في قضايا المخدرات فقد بلغ 97564 شخصا، مسجلا نسبة تراجع بلغت 23% مقارنة مع السنة المنصرمة. أحالت الشرطة القضائية التابعة للأمن الوطني على النيابات العامة المختصة 21 شخصا يشتبه في تورطهم في قضايا الإرهاب والتطرف، و300 شخص في قضايا الابتزاز الجنسي عبر الانترنت التي استهدفت 458 ضحية من بينهم 107 ضحية من جنسية أجنبية، و231 شخصا في قضايا الاختلاس وتبديد أموال عمومية، فضلا عن معالجة 150 قضية تتعلق بتزييف العملة الوطنية وعرضها للتداول.